محمد هاني يرجع الاستحواذ مره ثانيه لصالح النادي الاهلي. امام عاشور، امام يلعب الكره العاليه عند كهربا، استلام لكهربا. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على الاسيست ويا ولد على الفينش. الكروس الاول من امام عاشور، التريح الكهربا والتسديده القفشه حطها صح، قفشه حطها صح الصح. يا ولد يا ولد يا ولد، تتلعب حلوه حلوه حلوه. وادي الرساله، رساله لاعبي النادي الاهلي، رساله لاعبي النادي الاهلي، وفرحه في المدرجات بهدف قفشه الرائع، واحد من احلى اهداف دوري ناين، ورساله لجمهور الاهلي وبالتحديد للمشجعتين نورهان ناصر ونرجس صلاح. يا ولد يا قفشه، يا ولد يا كهربا، ويا ولد يا امام. بص تريحه، بص الاسيست، خد احلى اسيست في الاسبوع يا كهربا، اقول لك خد احلى اسيست في الدوري هذا الموسم، ادخل في المنافسه، ادخل في الشورت ليست. وادي قفشه، تريحه باليمين يا سلام، والتسديده بالشمال يا سلام يا سلام، حلوه يا قفشه حلوه. يحاول محمد مجدي لكن هي رايحه رايحه في الشبكه، شومه في المرمى. هدف اول لصالح النادي الاهلي، 1-0 قفشه في الدقيقه 19.